سلام الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية. بلقاكم لا فيديو ديالي نتوما في أحسن الأحوال، فيديو جديد أو روتين جديد. واليوم غادي نشارك معكم نهاري. دابا 5 ديال العشية، فاش غادي نبدا معكم هذا الروتين هذا؟ لأني من قبل كنت خارجة مشيت نكسي بناتي، والحمد لله كسيتهم، حيدت عليا حوايج العيد وشريت لهمزة، شريت حويجات اللي هما رخاص بثمن كسوة وحدة، كسيتهم بثلاثة. ما نحرقش المراحل، في الاخر تاع الفيديو اكيد غادي نشارك معكم الحويجات ونقول لكم الثمن ونقول لكم حتى منين خديتهم. المهم البنات دابا غادي ندخل الكوزينه، بغيت نوجد مائده فطور. غادي نوجد واحد الفطور اللي ساهل دغيا كيوجد واقتصادي في نفس الوقت. غادي نشارك معكم واحد المسيمنات اللي كنعمرهم بالبصله والفرماج، كيجيو زوينين بزاف. مسيمنات عاديين ديال المقله ولكن معمرين بالبصله والفرماج، كيجيو لذاد وكيجيو زوينين. غادي نحتاجو ليهم 3 الحبات ديال البصله اللي غادي نشلضهم رقيقه، ممكن هكا تقطعوها في الهشوار، انا قطعتها هنا غير بيديا. صافي غادي نقطعها رقيقه. من بعد ما شلضت هنا البصله غادي نضيف عليها شويه تاع الزيت باش غادي نشحرها، وغادي نضيف شويه ديال البزار. صافي غادي نشحرها حتى يذهب ليا لونها. من بعد ما شحرت البصله مع الزيت والملح والبزار، غادي نضيف عليهم هنا معلقه صغيره ديال الهريسه، ممكن تعوضوها بالسودانيه، وممكن اللي ما كيبغيش الحار ما يديرهاش، ولكن راه كتعطي واحد اللذه في هاد المسيمنات ديالنا. صافي غادي نحرك مزيان حتى تنسج ليا مع البصله. صافي من بعد ما تشحرت ديال البصله كيف كتشوفوا، غادي نضيف عليها هنا 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس اللي قطعتهم رقاق، وغادي نضيف هنا واحد 5 ديال الفرماجات مثلثين او فرماج مربع اللي بغيتو. انا غندير هذا الفرماج مثلث، غادي ندير 5 تاع الفرماجات، كنقطعهم هكا يا طريفات. صافي البنات بعد ما قطعت الفرماج على البصله غادي نخلطهم، غادي نخويهم في هذا التفصيل باش ندوز ندير الحشوه اللي غادي نعمر بها البريوات، نديرها حتى هي طيب ليا باش ما يجي فين كمل مسمن، حتى نلقى الحشوه طابت ونعمر البريوات حتى هنايا. كيف قلت لكم البنات مابقاش ليا الوقت بزاف، 5:30 دابا. صافي غادي نخليها تبرد. صافي البنات درت هنا البصله باش نوجد الحشوه ديال البريوات، وغادي دابا ندوز باش غادي نصيب هاد المسيمنات. كيف كتشوفوا العجينه ملي كنغطيها في بلاستيك وكنخليها ترتاح فكتجي رطبه. غادي نشكلها دابا هكا كويرات صغار. صافي بديت كنقطع هكا في الكويرات، خاصهم يكونوا البنات كويرات يكونوا صغار، لان كنديروا مسمنه في قلب مسمنه ضروري نديروا كويرات صغيورين، وضروري يكونوا بالحجم قد قد كيتكون هكا عينينا ميزاننا. دابا انا كندير هنا جوج جوج جوج. صافي البنات خليت هاد الرغيفات شويه ارتاحوا، وغادي ندوز دابا غادي نشكلوهم. كنطلقو السمنه تاعتنا رقيقه بحال السمن العادي اللي كنديرو، نفس التوراق هذا كنورقو غير بالزيت، يعني ما كنحتاجش الزبده. صافي بعد ما ورقت الجبنه تاعتي كندير فيها قياس معلقه ديال الحشوه، نحاول نوزعها بحال هكا، وغادي ندير فيها واحد غنديرو هكا الفرماج حمر. مثلا هاد الوحده هادي كنقسمها على جوج او على ربعه على حسب اللي بغيتو نتومايا. هكا طريت كنديرو من الفوق وغادي نسد عليها. صدقوني البنات كيجيو هاد الرغيفات رائعين، كيجيو زوينين بزاف. صافي غادي نعاود نورق وحده اخرى. هذه
هذه البلاصه ما كندير فيها والو، كنخليها خاويه. وغادي نحط وسط منا هاد الرغيفه الاولى اللي صيبنا. صافي بهذا الشكل هذا كتجينا وحده في قلب وحده. وغادي ننزلهم، غادي نستمر انا بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وفي نفس الوقت البنات انا دايره بحشوه هنا تاع البريوات كنوجد فيها. صافي البنات هنا كملت المسيمنات ديالي كاملين، والحشوه تاع باش غادي نعمر البريوات ها هي واجده. مازال غادي ندير فيها الشعير فيرميسيل، غادي نزيد عليه هنا شويه ديال الفرماج وموزاريلا لانه مع الديجان ديال هنايا باش هكا يذوبوا لي فيها الوسط ما حتى باقا سخونه. ودابا غادي نمشي باش نوجد الشعريه فيرميسيل نضيفها عليهم ونطيب هاد السيمنات هادو ونخلي الحشوه حتى تبرد على خاطرها عاد باش غادي نعمر البريوات ديالي. البنات غادي ندوز باش غادي نوجد واحد اش غنقول لهم بسيطلات بريوات. المهم هذه الورقه اللي كتبقى ليا كنجمعها كنديرها في المجمد كيف كتشوفوا ما كنلوحهاش، يعني الورقه عندي قديمه ديال 4 ايام او 5 ايام. كل نهار كتشد لي الورقه كنجمعها حتى جمعت هذه الكميه هذه كامله. كيف قلت لكم البنات انا غادي ندوزها كامله في هذه الماكينه ديال سباكيتي. ممكن تقطعها غير بالمقص اللي ما كيتوفرش هذه الماكينه، هذه تقطعها غير بالمقص فراه كتقطع ليكم. هانتوما البنات كتخرج ليا كامله بهذا الشكل هذا. انا غادي نخدمها كامله ونرجع عندكم. صافي البنات هنا بعد ما قطعت الورقه كامله كيف كتشوفوا كتجي بحال الكنافه. غادي نخليها على جنب تنبغي نخدم بها. غادي بعدا نذوب الزبده باش غادي نسقيها كامله. غادي نخليها من بعد لاني دابا بغيت نوجد المسمنات. المقله ديالتي سخنات، غادي نطيب هاد المسمنات نحيدهم عليا من الطريق. صافي المقله كتسخن، قرصت هنا درت هنا شويه ديال الزيت وغادي نقرص المسمنات تاوعي. البنات اللي قلتها قبلوا عليا راني واقفه ناعسه وعيت اليوم والله العظيم العيانه، عرفتي كنطيب غير بالزز. صافي غادي درت هنا الفيرميسير رطبتها في الماء طيب خليتها واحد شويه. دابا غادي نصفيها وندوز باش نقطعها ونضيفها على الحشوه ديال البريوات. هانتوما البنات طيبت جوج مسمنات كيفاش كيجيو، كيجي الشكل ديالهم زوين، كيجي المذاق ديالهم لذيذ بزاف. غادي نغطي عليهم باش يبقاو سخان ونكمل هاد المسمنات اللي عندي ونرجع عندكم. شوفوا البنات المسمن راه كيتنفخ وكيجي مورق من الداخل. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. كيف كتشوفوا ذوبت هنا الزبده، فغادي نسقي بها هاد الورقه. غادي نسقيها بالزبده مزيان لانها كتقبل الزبده بحال الشكل ديال الكنافه. صافي غادي نحاول ندخل فيها الزبده كامله، غنخدم غير بايدي باش نتحكم فيها احسن. صافي من بعد ما دخلت فيها الزبده كيف كتشوفوا غادي ناخد هاد القوالي ديالي. انا اختاريت هاد القوالي الصغيرين وغادي نعمرهم هكا وغندير واحد الحفيره الوسط. كنحاول ندخلو في الجناب باش يجينا هاد الشكل ديال الوريده اللي عندنا في القالب. صافي كنعمرو بحال هكا كيف كتشوفوا، غنزيد واحد شويه هنا خاوي وضروري. صافي بالناس بعد ما عمرت ليمون ديالي كاملين درت هذا الشكل هذا ودرت هاد ليمون هادو. صافي غادي نخليهم على جنب ما وجدت لهم الحشوه وخليت هنا شويه من الورقه باش غادي نغطي ليمون ديالي. صافي غادي ندوز دابا باش غادي نوجد الحشوه. دخلت البنات البريوات كيطيبوا، غادي ندوز هنا باش غادي نصيب الكريمه. غندير كاس كبير ديال الحليب لان ما عنديش بزاف ديال هاد الورقه، يعني ما عنديش بزاف ديال القوالب. غندير غير كاس الحليب. غادي ندير ساشي ديال الفاني، الا عندكم فاني تاع الزهر ديروها كتجي زوينه. صافي
وغنضيف عليه جوج معالق ديال السكر. وغنضيف عليهم معلقه كبيره ديال كريم باتيسير. صافي غنخلط هاد المكونات نحطهم على النار حتى يبقى ديال الكريمه تاعتي ورجع ليه. صافي البنات هنا بعد ما وجدت الكريمه غادي نضيف عليها واحد الكميه ديال الزبيب غسلته وغطرته شويه، وغادي نضيف عليها شويه ديال اللوز مهرمش، ممكن ديروا النوازيت ولا البيستاج على حسب اللي بغيتوا ولا القرقاح. صافي هذه هي الكريمه باش غادي نعمرها. صراحة البنات انا كنديرها بكريم شونتي، ولكن اليوم ما كنتش اصلا معوله نديرها، ملي دخلت للدار حسيت براسي سخفت وبغيت شي حاجه اللي حلوه، ونتفكرها قلت نديرها بالكريم باتيسير وصافي. كتجي حتى بالشوكولاته اللي عندكم ممكن تضيفوه، الشوكولات حبيبات هو كيجي فيها زوين. صافي غادي نعمر القوالب اللي عندي كاملين ونغطيهم على داكشي اللي بقى ليا ديال الورقه، وغادي ندخلهم الفران يطيبوا. يعني طريقتهم سهله سريع دغيا كيوجدوا وكيجيو لذاد وكيجيو بنان بزاف. هاكا البنات كنحط فوق منها الورقه، كنحاول نغطي الكريمه كامله ما تبقاش تبان. ضروري ما تغطوا الكريمه ما تبقاش تبان. صافي غادي نخليها بحال هكا وغادي ندخلها الفرن طيب. بالنسبه للكريمه البنات ما قلتش لكم درت فيها جوج فرماجات مقطعين، نسيت جوج فرماجات مثلثين مقطعين. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه تنكمل الليمون اللي عندي كاملين. وهنا البنات غادي ندوز، بغيت ندير شويه الحرشه في المقله فما غاديش ندير بزاف، غندير غير ربع تاع السميده باش هكا ما تشدش ليا. غنضيف عليها جوج معالق ديال السكر، شويه الملحه، شويه ديال الخميره معجونه درت غير راس معلقه، وغندير نص خميره ما نديرش باكيه كامله حيت باكيه كنديرها في نص كيلو، غندير هنا غير النص. وهنا غادي نضيف عليها شويه قياس 3 معالق كبار ديال الزيت الروميه والبلديه، خلطتهم باش غادي نبسبسها مزيان. كندير فيها البنات حتى معلقه الزبده، ما بقاتش عندي دابا ما درتهاش. صافي بعد ما رملت الحرشه ديالتي بسبستها كامله كيف كتشوفوا بالزيت، هنا غادي نعجنها بالماء. الماء البنات درتو دافي، انا اصلا كنديرها بالماء طيب يعني الماء اللي غليان، ولكن دابا زربانه ما عنديش الوقت فصافي درت غير الماء دافي. غادي نخلطها مزيان صافي، وغادي نخليها ترتاح واحد شويه باش شربت ليا كيف كتشوفوا كتجي مرفوفه. غادي نغطي عليها حتى ما شربت شويه عاد ما جمعت شويه ديال البلاصه، وغادي ندوزو باش نطيبوها. صافي البنات هنا عندي العصير تاع الحليب والخوخ والبنان صراحه بدل كامل، وانا كندير العصير تاع الليمون حتى ما بقيتش كنحمله. بغيت نبدل اليوم ندير الحليب، واخا انا عارفه الحليب مع الديسير يعني غير صحي 100% ماشي صحي، ولكن الغالب الله غنبدل غير اليوم غنديرو غير اول مره اللي غنزعما ندير هكا الديسير بالحليب، ومن بعد راه دائما كنديرو بالليمون. الليمون طيب اللي فيت اللي شاركته معكم. صافي غنمشي نصب العصير باش ندوز نوجد الحرشه. وهنا من بعد ما ارتاحت الحرشه وشربت شويه فدست كنكرس فيها رشيت سميده رقيقه على الفوق الرخامه، وخويت العجين ديال الحرشه تاعي كنكرسو هكا ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، ومن بعد كنضيف عليه السميده من الفوق كنعاود نرشو كامل من الفوق. صافي دايره المقله كتسخن غادي نرشها بشويه السميده، وخديت واحد السيركل اللي هو دائري القياس اللي بغيتو، اللي ما متوفرش عنده ممكن دير غير غلاقه تاع شي قرعه. صافي غادي نقطع هكا الحريشات تاعي وغادي نديرهم يطيبوا حتى يتحمروا لي من الجهه الاولى، كنعاود نقلبهم ياخذوا لي واحد اللون اللي هو مذهب. صافي وكنحيدهم العافيه كتكون متوسطه باش يطيبوا لي من الداخل ومن برا.
هنا درت البيض كيتسلق، غادي ندير الماء يطيب باش نعمر واحد البراد ديال اتاي. وبالنسبه للحريره كانت شي طريه من البارح، فغادي صافي جبتها من الثلاجه ودرتها هنا في كوكوت باش نحطها نسخنها. تقريبا كملت كل شيء، وحتى المغرب ما بقاش لي بزاف باش غادي يأذن. بالنسبه لهاد الليمون بعد ما خرجتهم كيجيو محمرين بهذا الشكل هذا. هنا غادي نسقيهم بالسيرو ديال الموز. وكتبقى هذه هي طبيله ساعتي، طبيله اللي ساهله وبسيطه اقتصاديه. هنا الورقه اللي عمرت بالكريمه جات زوينه البنات، جات لذيذه بزاف. والعصير الحرشه المسمن اللي وجدت معاكم، ورافقتهم بالتمر والشباكيه والبيض المسلوق والحريره راه خليتها مازال ما حطيتهاش. وهنا البريوات، وهاد البيتزا كانت بقات عندي من البارح، والتمر الله يجعل البركه. كان هذا هو فطورنا. هنا غادي ندوز باش نشارك معاكم، ودابا البنات غادي ندوز باش نشارك معكم الحوايج اللي تقديت بالنسبه ليا قبل ما نمشي لهاد المكازا هادي. فمشيت لواحد البوتيكه ولقيت فيها الحوايج الصراحه غاليين بزاف، وكنت غادي ناخذهم، وقلت عي خلي حتى نعاود نقلب ونشوف، مربي نلقى مرخص. وبالصدفه تلاقيت مع واحد صاحبتي وهي اللي داتني الالسي واي كيكي، قالت لي يلا نمشيو ليها. وبالرغم من البنات انا دائما كنمشي لها، ولكن عمرني ما تقديت منها، ما كنلقاش فيها هكاك سيوات، كنلقى غير كولونات ولا تيشورتات، يعني ماشي شي حاجه اللي غتجيني هكا العيد. وملي مشيت هاد المره تفاجات لقيت فيها حويجات غزالين. وراكين فرق البنات ما بين الالسي واي كيكي ديال بنوتاشفين وديال عين السبع وتدرب سلطان. الصراحه هذه هي اللي حاطه فيها حوايج غزالين. هاد السيوه هادي كيف كتشوفوا زوينه، اللون سيترون هو اللي خارج دابا، هاد اللون هو اللي خارج دابا على الموضه. وتاكسي الشكل ديالها زوين، التوب ديالها يعني صيفي، وديري لها هكا الدوبلور من التحت. وخديت لها معاها هاد الصنيه ديالها هادي، حتى هي جات في الدوغي وفيها هاد الوريضه، جات زوين الشكل ديالها. الثمن ديالهم ما غاليش. بالنسبه للصنداله خديتها 119 درهم، والكسوه خديتها 179 مقارنه مع المكازات اللي كنت قدم منهم من قبل، فهنا الثمن ناقص بزاف. كيف قلت لكم هذه هي اللبسه ديال الاء. وبالنسبه لندى فخديت لها هذه اللبسه هذه، فايت لي وريتها لكم، كنت خديتها لها من كيابي، كنت واخده لها السواد 110 دراهم، وكنت واخده لها معاها هاد التيشورت هذا داير 50 درهم. وغادي ناخذ لهم معاهم بالغينه، الصراحه بالغينه في بيض وفيها هاد اللوينات هادو، غادي تجي مع اللبسه، غير ما لقيتش النمره قدها. وغادي نعاود نرجع هاد يومين هادي باش ناخذ ليها البالغينه لهاد اللبسه. وخديت ليها كسيوه، هي في العيد كتبغي كسيوات ما كتبغيش تراول، فخديت ليها هاد كسيوه هادي كيف كتشوفوا، فيها هاد السميطه هادي، وكتجي هكا من الفوق مشيبكه، والالوان تاعهم حتى هما زوينين صيفيين. وكتجي بهذا الشكل هذا من التحت، الشبكه اللي عندها في الصدر عندها هنا التحت هكا، اللوينات تاعها زوينين، وحتى هي صيفيه وزوينه. خديت لها معاها هاد الصنيه ديالها هادي، حتى هي زوين الشكل ديالها وصحيحه وكاليتي، زعما ماركه كتبان مزيانه. خديتها لها 119 درهم، هادي خديتها لها مع الكسيوه. وبالنسبه للبسه الاخرى كيف قلت لكم غادي ناخذ لها باغينه، بغيت حتى ندير واحد يومين ونعاود نرجع بما جابوهم. عندهم باغينات فنين عجبوني البنات، غير النمره لقيت 31 وبنتي يلاه كانت تلبس 30 ما غاديش تجيها. بالنسبه لريم، ريم كان جاها هاد الصباط هذا لاكوست، ماركه واعره وكيف كتشوفوا يعني الستيل ديالو زوين، هو اللي دارج على الموضه دابا. كانت هذا جابتو ليها كادو بنت عمي، فخديت ليها ليه، خديت ليها هاد التيشورت اللي غادي يتواتى معاه، خديت ليها هاد التيشورت هذا فيه هاد لي بيغل هادو اللي كيتبدلوا بهذا الشكل كيف كتشوفوا، كيتبدل ليهم اللون، وتواتى مع الصباط. وخديت ليها كولون لان عندها الكساوي بزاف، عندها السراول بزاف الالوان ديال السراول، فخديت ليها غير كولون اللي غيجيها مع اللبسه. خديت ليها هاد كيف قلت لكم هاد التيشورت هذا فيه هنا الموف، وخديت ليها الكولون في الموف. وهنايا فيه اللوينات اللي كاينين هنا في التيشورت، كاينين في هاد الباندات هكايا، يعني جات اللبسه زوينه الصراحه، جات اللبسه غزاله مع هاد الصبيبط هذا، جات اللبسه فنه. وكنشكر بنت عمي على هاد الصباط اللي جابت ليها، الصراحه صباط زوين عجبني، ماركه يعني معروفه لاكوست، ماركه زوينه. صافي كانت هادي هي اللبسه ديال ريم، الصراحه حوايج جات لي رخاص وزوينين، الكاليتي تاعهم حتى هي مزيانه. ما نقولش لكم البنات الكاليتي تاع الكسوه كيف دايره، التوب ديالها غزال زوين زوين، التوب تاعها بزاف وبارده، يعني هكا الناده جاتها زوينه في اللبسه. وحتى الثمن، الثمن ديالها ما قالش لكم الثمن تاع الكسوه كدير
يمكن كانت 110 دراهم، تقطع لي الثمن. هاد الكسوة البنات 110 دراهم الثمن ديالها، وبالنسبة للصنادل بجوج خديتهم بمية و راني كنساعد الأسمنة البنات، الصنادل خديتهم بحال بحال 119 درهم، بحال 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 هادي بحال هادي. هاد الكسوة خديتها ب110 ومع 115، المهم بحال هكا 110 و 115. هادي خديتها ب179 درهم، وهادو هادو ديال ريم، هذا خديته ب هذا خديته ب 79 درهم هاد التيشورت 79 درهم، وهاد الكولون حتى هو 69 درهم باش خديته. يعني هاد الحويجات كاملين خديتهم ب 400، وخديت واحد الصنداله غنوريها لي. يعني شوفوا شحال تاع الفرق اللي ربحت. الصراحه كنشكر صاحبتي بزاف بزاف اللي داتني الويكيكي، هي اللي شجعتني عليها. الصراحه انا عمري ما خديت منها. بالنسبه للالاء كنت غادي ناخذ ليها لبسه، لقيتها ب 300 درهم، ولقيت لها سباط ب 200 درهم، يعني 500 درهم باش كنت غادي نكسيها. فصدقت واحده لها هذه ب 179 درهم وهذه 119 درهم، يعني بجوجهم ما واصلينش تقريبا 300 درهم بجوج، يعني ربحت 200 درهم بالنسبه للالاء. يعني البنات وفرت بزاف بزاف. كنشكر صاحبتي بزاف، هي اللي داتني كيف قلت لكم ال سي واي كيكي. انا كنمشي ليها ولكن الصراحه عمرني ما خديت منها، كناخذ من كيابي بزاف، ولا كنشري من البوتيكات اللي كيبيعوا الحوايج ديال الاكسبور، ولا كناخذ بالنسبه للصبابط كناخذ من اكثريه من القريعه. البنات راه معروفه القريعه فيها صنادل واعرين. صافي هاد العيد هذا لقيت الهمزه وشريت الهمزه، والشكر كله كيرجع لصاحبتي مسكينه، هي اللي فادتني الصراحه، وهي اللي داتني، وهي اللي قالت لي انت كيفاش كتلقاي فيها الحوايج، وراتني شحال من حاجه ما كنتش كنعرف. انا اصلا كنت كندخل ويكيكي كيبانوا لي غير البيجامات، غير تيشورتات، غير كولونات، يعني كنقول ماشي شي حاجه اللي العيد، ولكن ملي مشيت هاد المره لقيت داكشي اللي عجبني. بالنسبه للصنيدلات حتى هما غزالين. انا البنات بغيت نشارك معكم هاد الحوايج باش البنات اللي باقيين ما خداوش يمشيو للويكيكي. راه كاين الفرق ما بين الاي سي ويكيكي ديال عين سبع، وكاين ديال بنو تاشفين، وديال دب سلطان، راه كاين فرق كبير. بالنسبه للناس اللي مشاو للاي سي ويكيكي ديال بنو تاشفين راه ما لقاوش فيها شي حاجه، ملي وريتهم هادشي قالك حنا ما لقينا والو تمايا. فهادي ديال عين سبع هي اللي جايبين فيها حويجات زوينين. انا البنات ما كندير لا اشهار لا المكازا لا والو، انا بغيت غير نشارك معكم. ملي شريت الحوايج طلعوا عليا رخاص، فقلت خصني ضروري ما نشاركهم مع البنات حتى هما. هكا اللي باقي ما قصوش وليداتهم يمشيو ياخذوا لهم حويجات اللي زوينين الصيف، والثمن جد جد مناسب.